تفضلي. ملاك، أمي كيفك؟ شو صار؟ قليلي، في أخبار منيحة؟ ما بعرف شي عن زهرة بنوب، بس في أخبار منيحة إلكن أنتو. بعد شوي رح ياخدوكم مشان تنعرضوا عن النيابة العامة. أوف، إيه الحمد لله. حسب ما قالني المحامي إنه شغلتكم صعبة، بس الإفادة يلي رح تقوليها مهمة كتير، ويمكن على أساس المحكمة تخلي سبيلكم بكفالة لموعد الجلسة إن شاء الله. عزت، إذا هيك معناتها فينا نروح على الضيعة، يمكن نلحقهم قبل ما يأذوها لزهرة، مو هيك؟ إيه بنتي. طيب بس بالأول لازم نطلع من هذا السجن، لأنه إذا ضلينا ورا هذا الحديد ما رح يطلع بإيدنا نساعد حدا. شو قصدك عزت باللي عم تقوله؟ اللي بقصده إنه لازم تسيطري على حالك وعلى تصرفاتك كلها، لأنه إذا بدك تضلك هيك ما رح نلحق نساعد أي حدا. أنا ما عم أقول شي غير الحقيقة وبس عزت. تمام، بس لو سمحت تركيني أنا أحكي هالمرة، يعني إذا منفهموا القصة بهدوء يمكن يستوعبوا مشكلتنا أكتر. أما هيك لا منفيد زهرة ولا منفيد حالنا، ما منفيد أي حدا. ما قلت لكم عم نستنى على الفاضي؟ ليش خليتوني استنى هيك؟ عدنان وقف. رح نستنى. شو بدنا نستنى لسه يا أغاية؟ لو بدها تقتل حالها كانت عملتها. خليني اخلص منها. قلت لك رح نستنى. خير يا أمي، لوين رايحة؟ عندي شغل. امشي أنا بوصلي. الشوفير بياخذني. انت خليك بشغلك. وقت الحساب اذا ربي سألني ليش هيك سكتت، شو بدي اقول له؟ شو ذنبها لهالبنت؟ بأي حق بيقتلوها؟ لوين رايحة يا خانو؟ احكي شبكي. رايحة على القصر. شو في لك شغل هنيك؟ ها؟ مفكرة رح يخلوك تشوفي زهرة؟ ما في روحة، بعد اليوم ما بقى في لا زهرة ولا بتجيبي سيرتها. قعدي ببيتك واستني خبرها وبس، خلصنا. ما رح استنى وما بدي اسكت بنوب، رح احكي كل شيء يا رشيد. رح خبرهم انه زهرة مو بنتنا لقلنا، وما بيصير يباتلوا فيها بهالعمر. خلصنا كذب بقى، ما بقى فيني اتحمل. انا ام، فهم بقى. لك انت جنيتي يا مرة؟ جنيتي اكيد. لا ما جنيت، انا هي اول مرة بصحى. رح اقول لهم كل شيء صار، ما رح أخبي شي أبداً. يمكن إذا عرفوا زهرة بنت مين بيبطلوا يقتلوها. ها، زهرة بتنفد بروحها وبياخذوا أرواحنا بدالها. ولك أنت يا مجنونة، كيف تفكري هيك؟ شو صار لك؟ جنيتي أنت شي؟ أخوة من طرف وغانم أغا من طرف بيعوصونا على كيفهم، مو بس مرة، مرتين بيعوصونا مرتين. إذا بتحكي لحدا بقص لسانك، ها، ما بدي بني آدم يعرف في هذا السر. عم تفهمي؟ فيني أعرف شو هالسر؟ شفت أقوالكن وشفت كمان أقوال زهرة كيرمان، مذكور فيها إنكن ما جبرتوها على الهرب، وهي هربت من بيت أهلها لحالة وبدون أي ضغط. النطق بالحكم. استناداً لادعاء رشيد كارا الذي قدمه للمحكمة، ولأجل توفير الشروط اللازمة لاستكمال التحقيق، حكمنا بتأجيل الجلسة إلى التاريخ المذكور أدناه، ريثما يتم استكمال جميع الأدلة اللازمة للحكم بالقضية وبالإفراج عن المتهمين لعدم توفر الأدلة وغيابها. بضمان مكان إقامتهما أصدر الحكم بتاريخ هذه الجلسة وتتابع في الجلسة القادمة. بخصوص زهرة هذا السر؟ احكوا بقى يلا، لإمتى رح تبقوا ساكتين هيك؟ لأننا ساكتين ولا عنا شي نقوله، سكوت بقى. عن شو كنتوا عم تحكوا لكان وعلى شو كنت عم تهدد أمي إذا بتخبر حدا؟ جاوبني. عن شو بده يكون يعني؟ قال المجنونة بدها تروح على القصر،
بدها تشوف زهرة وتودعها، بدها تبوس لي رجليهن وإيديهن، شو الفايدة؟ أمي أنا كمان رايح على القصر معك، منكون سوا، منترجاهن يسامحوا أختي ويسامحونا نحن كمان. لك أنتو ما فيكن جنس العقل، ريحة الفهم ما أنا مرق عليكن بنوب؟ ولا شو مفكر حالك؟ مفكر بعد كل هالشي رح يخلوك تشوف لزهرة بقى؟ بنص تموز ناطر لي المطر أنت ها؟ شكر ربك وحمده أنك لساعتك لهلا عم تتنفس. وين نيفين؟ جاوبني، نسهل نيفين. قومي كلي لك شي لقمة تسند بطنك يا بنتي. ما بدي أكل فاطمة، مو قدران بنوب. ليكي عملت لك بيض ميلي، أنت بتحبي كتير. بنتي صار لك من امبارح ما حطيتي لقمة واحدة بتمك، كلي لك شي لقمة. مو قدران خالتي فاطمة، خلصنا، لا تخليني عصب. استني خالة فاطمة، زهرة كيفة؟ يعني كيف بدها تكون يا قلبي؟ اجوا ميسون ورفيف، اجوا مبارح مشان يودعوها، بس زهرة ما قدرت تقتل حالها، والكل برا ناطرين. امي امتى طيارتنا؟ ما بعرف بنتي، لازم اتصل بالمطار. إمتى ما كانت الرحلة منحجز عليها ومنرجع فوراً على الضيعة. بس لازم نروح على قسم الشرطة، غراضي وتليفوني هنيك معهم، مفروض اتصل بأهلي وأعرف شو صار بالقصة. احكي من هون، خد ابني احكي عزات. ايه يسلموا. هاد عزات على التليفون. عزات يا روحي انت، كيفك يا ابني؟ طمني انت منيح؟ امي انا منيح، لا تاكلي همي هلا، طمنيني شو الاوضاع عندك؟ لساتها الامور بخير مو هيك؟ يعني ماشي الحال. امي لو سمحتي اعطيني ستي لورين، بدي احكي معها. مو هون، هي من الصبح طلعت وما قالت لحدا وين رايحه. طيب اعطيني عمي لاحكي معه. شو قالت؟ عايشه زهره؟ الحمد لله عايشة. ولك عين تتصل فيني يا مغضوب كمان؟ هات لشوف شو بدك احكي. عمي ليك انا راجع لعندكم، ولبين ما اوصل لا تعملوا اي شيء غلط. الغلط انت يلي عملته يا عزت، انت غلطت بحقنا، ومو بس هيك، بحق عيلتك كلها، بحق كل عيلة كرمان. خلاص اهدى عمي، اهدى واسمعني الله يخليك. كل شيء بدك تقوله حضرتك ما عاد في له اي قيمة يا عزت، حكيك كله على الفاضي، كلمتك ما عاد حدا بيسمعها بنوب اساسا. خلص بعد هاليوم هاد ما عاد في لزوم لحتى تحكي بالمره، وهالمساله اليوم رح تنتهي وتخلص. عزت شو قالك؟ نحن لازم نرجع باسرع وقت ممكن، ما عاد في وقت نضيعه ابدا. يلا. انا مو طالبه كتير اصلا، طلبي مو صعب، والله أنا بدرس كتير منيح. هيك كانت تقلي الأنسة ملك بالمدرسة، قالت لي لا تتراجعي وخليكي شاطرة هيك بدروسك، وكمان قالت لي أني رح صير معلمة كتير منيحة. أنا ما تركت دراستي يا أنسة، بس هنن ما بعتوني على المدرسة وجوزوني غصبا عني كمان. اشتقت لرفيف ولأمي، لحالي هون، ومشتاقة لأهلي كلهم. علي أول مرة بشوفه وما بعرفه وبخاف كتير منه، ويمكن هو مانو منيح، بس هو مثلي كمان، جوزوه غصب عنه، هو ما كان بده، بس معه حق يكون صعب هيك، وإنه يعيط ويكسر كل شي بالقصر الحق بإيده. الله أعلم بشو كان بيحلم هو كمان، وشو كان بيتمنى يصير، ويمكن كمان يكون بيحب وحدة تانية غير يلي جوزوا إياها، هو ما بيعرفها ولا بيحبها حتى. نحن الاثنين ضحية قسوتهم، وحكموا علينا بعيشة ما بدنا إياها، ولا فكرنا إنه رح نعيشها بيوم من الأيام.
شو ليش وقفتي هون؟ ليكي إذا لقى عدنان إجا بيضربك ها؟ ولك حاجة تطلعي فيني؟ شبك يا زلمة؟ خايف من واحدة مجنونة؟ دم هالبريء رح يغرقكن، رح يملي صدوركن، كل اللي هون واللي بيخدموهن رح يغرقوا بهالدم كمان. أنا ما كان بدي يصير هيك والله، ما عرفت إنه لهون رح توصل. سامحيني يا زهرة، سامحيني والله العظيم. أنا حبيته لأخوك سليمان، حبيته من كل قلبي وعمري ما حبيت غيره، بس ما بعرف شلون صار كل هاد معنا. هو كمان هو حبك فوق ما تتخيلي. ذنب ذنب حبكن هاد أنا اللي رح أدفع حقه من عمري. رستم اصحك، حدا يعرف لوين نحن رايحين هلأها؟ على عيني وراسي أغاي، ما حدا رح يعرف شي. شو صار؟ لسا يا أغا، ما صار شي. نيفين كان بدها تسلم عليها، لهيك أنا فتحت باب الأوضة. الموضوع طول يا بابا، لأمتى بدنا نضل نستنى؟ أمي قالت لازم نستنى. ولا يهمك، رح سهل هالشغلة عليها. الفصعونة ما رح تنحظ كتير، أنا اللي رح أنهي هالقصة. مستحيل اسمح لهم يعملوا هالشي هاد. زهرة ما رح تكون ضحية عقولا للخرفانة هي. لو بنتي عايشة كانت هلأ بعمر زهرة تقريبا. ذنبي اني اعتبرت زهرة مثل بنتي مو أكتر. يعني هالشي هاد كنت رح أعمله نفسه لبنتي ماما. حاسة هالبنت ما لها حدا يوقف جنبها. ما رح خليهم يسرقوا عمره من بين ايديها، ما بقدر خليهم. ملاك، في شغلة ضرورية بدي اقلك عليها يا بنتي قبل ما تمشي. تعي تعي خلينا نقعد. انا بعرف انك مرقتي باوقات صعبة ودقتي وجع كبير صعب على أي حدا إنه يتحمله. خسرتي بنتك، بعرف صعب، مشان هيك بعرف أمي، بعرف كتير منيح. أنتي كنتي زعلانة مثلي وزيادة كمان، بس انتي ضليتي جنبي كل الوقت. امي بنتي دخيل الريحة ما احلاها. تعرفي شو،
بابا ما عم يفهم علي، بس أنت من طول عمرك بتفهميني قبل ما أقول. ومن زمان أنت كنتي واقفة جنبي على طول، مو هيك؟ ولولاكي أنت بعمري ما كنت نجحت بشي ولا كنت بكفي بشي. لولاكي ما بقدر أوصل لهون. لآخر عمري بضل واقفة جنبك، ومشان هذا السبب أنا راجعة معك وما رح أتركك أبدا. يا روحي أنت، أنت اللي روحي. أنا جبت التذاكر، صاروا معي. في طيارة هلأ؟ فينا نطلع من هون فوراً؟ على الساعة 3، لازم نستنى شوي كمان. وشو مشان زهرة لبين ما نوصل لعندهم؟ لو أني قدرت أحكي مع ستي لورين كنا حلينا القصة من هون، لأنه ما حدا هنيك بيقدر يكسر كلمة الأغاية بالمرة. بس ما أنا هنيك ولا حتى حدا بيعرف وين بتكون. بس إذا تأخرنا لحتى نوصل لهنيك بلكي. استني شوي، إذا ستي لورين راحت مشوارها بالسيارة فالشوفير أكيد رح يكون معها. يلا رح أتصل فيه. أي طيب، يلا بسرعة. نعم أغا. إيرستوم، ستي لورين معك ما هيك؟ لا يا أغا، ليكني ناطرها بالسيارة. إمتى بترجع يعني؟ ما بعرف إمتى رح ترجع يا أغا، بس إذا مستعجل بأخذ لها التليفون. إيرستوم بسرعة، كتير ضروري. تمام، يلا دقيقة بس. شو رح تعمل بزهرة عدنا؟ شبكي جاي ودعها مثلك. يلا زهرة قومي، يلا طلعي. طلعي طلعي لشوف، يلا. رح حط الحبل على رقبتك، لا تطلعي صوت. Thank you.
شو صار؟ قتلت حالها؟ شو ليش ساكتين؟ شو صار مع زهرة؟ شنقت حالها؟ ما منعرف شو صار، بس عدنان فات لعنده وحاول يساعدها مشان تقدر تعملها. شو عملتوا؟ خلصتوا أخيرا من زهرة؟ رح نخلص منها عن قريب كتير، مو أنت ما طلعت رجال؟ طيب ليش العجلة عدنان؟ خلونا نستنى مرت عمي حتى تجي. نستنى؟ مو الأغاية بدها تدفع تمن غلطة؟ وإذا هي البنت ما قدرت تشنق حالها، أنا رح أعمل هذا الشي بإيدي هدول. عدنان شبك يا ابني؟ أنت مالك مضطر تعمل هيك؟ شغلتك أنت هاي؟ شو دخلك بهالشي فاطمة؟ يا أه؟ الله. وكيف عم تتدخلي بهالموضوع؟ بدل ما تحكي هيك روحي ساعدينا لشوف. يلا يلا روحي يلا. طيب عزات يعني اتصل مرة تانية، ليش لهلأ ما رجع حق الشوفير؟ بيكون صاير معه شي، لأنه رستم قال لي هلأ رح يروح فوراً لعنده. يا الله حاكي مرة تانية معلش. طيب يلا. عم بيرن. أمور آغا. وينك يا رستم؟ شو صار معك؟ شو لسه ما وصلت لعند ستي لهلا؟ لسه ما لقيتها. خلص شحن الموبايل، رجعت على السياره لاشحنه مشان اذا حكيت. رستم شحن الموبايل ما بده كل هالوقت، بسرعه روح لاقي ستي بدي احكي معها ضروري. تأمر اغا، رايح فورا. يا رب، مين بيعرف كيف بتكون حاله زهره هلا؟ شو رح يصير اذا ما قدرنا نحكي مع ستك؟ خلص روقي، انا متاكد رح نوصلها بالوقت المناسب. إن شاء الله نقدر. تطفينا وتساعدنا يا رب، إن شاء الله عدنان ما يروح فيها إذا عملتها. خديجة، في غيري وفي حدا غير عائلة كيرمان متذكرك وعم يهتم بقبرك بهالطريقة هاي. أنا ما توقعت إجي ولاقي قبرك هيك. أنت بتكوني عم تسألي أنا ليش جاي لعندك هلأ؟ لأنك عم تجي وتزوريني بمنامي. فهميني ليش ما عم تتركيني بحالي؟ مع إني ما عم فكر فيكي بالمرة. أنا نسيتك، حتى نسيت هداك اليوم اللي قتلوكي فيه قدام عيوني. مالي شفقان عليكي ومالي زعلانة كمان، حتى إني
مالي مشتاقت لك ابدا. انتي بعملتك وطيتي راس كل اهلك وما احترمتي عاداتنا وتقاليدنا وجبتي العار مو بس لعائلتنا نحنا لكل جدودنا. كيف قدرتي وقتها تهربي من البيت بدون ما تفكري بالنتائج؟ ليكك دفعتي ثمن هالشي مثل اللي عملته زهرة هلأ، وهي كمان هربت وراح يكون الموت عقاب عملتها هي لأنها بتستحقه. انتو الاثنين بتستحقوه. لا ما رح ابكي، أنا ما رح أبكي عليكي بالمرة، ما بكيت عليكي من وقت ما توفيتي، ما بكيت عليكي أبداً يا أختي، ما خليت دمعتي تنزل. ليش أختي؟ ليش تركتيني ورحتي هيك؟ هربتي من البيت، ما عرفت شو حيصير فيكي، ما حسبت حساب أبوكي، ما كنتي بتعرفي قديش قاسي، وما رح يخليكي تضلي عايشة ورح يقتلك بدم بارد. ليش هيك عملتي؟ ليش؟ ما قدرت أعملها، والله ما قدرت، أنا خفت كتير، ما قدرت أقتل حالي وما بدي أغلط هيك غلطة لو شو ما عملته، حرام أعملها، بروح على النار، حتى قاسة الديانة شرحت لنا كتير عن هاد الشي، قالت لنا ذنب كبير إنه الواحد يقتل حاله، مو صحيح هاد الحكي خالتي فاطمة. يا الله، يعني امتى بده يتصل هاد؟ انا ما عاد فيني اقعد هون وانتظر اكثر من هيك. عزات، انت بتتوقع انه ستك ما تقبل تحكي معك مثلا؟ ما بتوقع، ستي ما بتتصرف معي بهالطريقه، واذا ما بدها تحكي معي بتقولها بكل صراحه، تفتح التليفون وبتقلي انه ما بدي احكي معك بالمره. هذا ابوكي. أهلين سامي، قلي شو وينك لهلا حنان؟ ليش تأخرتي كل هالقد؟ أنا هلا عند بنتي، رح أجي بعد شوي. شو بنتك رجع على لراسها؟ ولا بدها ترجع على ضيعة وما عم ترد على حدا وراسها ميبسته؟ خلص وقت أرجع على البيت بنحكي ومنشوف. بس أرجع على البيت أنا رح أحكي مع أبوكي، رح أقول له إنه أنا كمان رح أرجع معك وما رح أتركك. هداك اليوم بعد اللي صار أبوكي منع حدا يذكر اسمك أو يجيب سيرتك، ونعتبر كأنك ما كنتي موجودة بيناتنا. كان لازم أنسى أنه نحن الاثنين لعبنا سوا وضحكنا سوا، وأنسى كمان وقت كنت تمشطي لي شعراتي بيديكي. بعد ما انت تركتينا البيت بعدك في هدوء غريب كتير يا اختي. امي قالت انه خديجه ما بقى رح ترجع لعنا مره تانيه. هديك اللعبه اللي انت عملتي لي اياها
أنا حرقتها وهون وبهذا القبر أنا دفنت كل ذكريات طفولتي اللي عشتها معك أنتي. بعد ما قتلوك ما تركولي بعدك شي غير القهر والعادات تبعهم. قتلوا معك كل شي حلو كان بحياتي يا أختي. حياتي معك إيماني وأحلامي كلياتهم. قتلوا فيني كل شي ومات كل شي فيني حتى ضميري مات. أنا ما عم صدق اللي عم شوفه. لورين خانم على قبر مين عم تبكي؟ غريب، طلع عندها دموع وبتبكي كمان مثلنا. كيف بدي إلا وهي بهالحالة؟ أيو إذا اتصل عزت أغا شو بعمل؟ خديجة شو القصة رستم؟ شو جابك لهون؟ وصلت لورين خانم. مين إلها هون؟ والله ما عندي علم مين، بس مبين حدا بتحبه. تخيل إنه الأغاية عم تبكي على قبره. الله يرحم أمواتك. معقول لورين تكون جاي تزور قبر أختها؟ معقول أخيراً صحي الضمير جواتها؟ طلع دمها لفاطمة أبرد من دم هديك. لو بعطينا عصير ما بتتأخر هالقد إلا ساعة وهي جوا. ابني اهدى شوي، هلأ بتطلع. لشو كل هالوقت؟ ها؟ كل شي رح تعمله تفتح الباب وتشوف إذا شنت حالة ولا لا. بعدين إذا ما عملتها كلكن بتعرفوا الشي اللي أمرت فيه ستي. البنت ما قدرت. القصة عن جد مانا سهلة، الروح غالي. شو فينا نعمل؟ رح نستناها كمان شوي. لا، قد ما استنيت وما رح تعمل هذا الشي حتى لو غصبتوها. وعيالي انه هذا ذنب كبير. بالله عن جد؟ هلأ صارت بتعرف بالحرام ما هيك؟ ماشي مو مشكلة، أنا رح أطلع بروحة. إيه؟ ليش تفاجأتوا؟ إذا هي ما بتقدر تعمل هيك شيء ما عاد في لزوم ننطر بنوب. أنا رح حل هاي القصة. ما هي خانم، على القليل استنوا لحتى تجي مرت عمي. ليش لحتى نستنى أكثر من هيك؟ كل شيء صار واضح وما في داعي نضيع وقت. بعدين لما ترجع الأغاية رح تنبسط كثير لأني خلصتها من هالمصيبة. ولك أنت شو ما عندك قلب بالمرة؟ والله حلو يا روميو. علي بيك انت يعني هلا كبرت صرت زلمه ما هيك؟ جاي هلا تتمرجل علينا مشان زهره؟ اه؟ بعدين مو انت اللي قلت لازم تخلصوا منا؟ انت ما حاولت تقتل نيفين كرمال ما تتزوجها لزهره؟ هلا شو يلي تغير؟ ليش مو هي سبب كل شيء عم بيصير؟ نحن صلحنا اللي عملته اختي نيفين يا علي. بس اللي وقعنا بهي الورطه وما اهتم بعاداتنا وزلنا هو اخوك عزت.
لا تحكي عن عزت بهالطريقة هي، وإذا كان عمل شيء بيكون في سبب حتى عمل هيك، بس يجي بنسأله. مزبوط، معك حق، عزت ما بيتصرف شيء غلط مرت عمي. طبعا عدنان، روح روح على الخان هلا، النطرة هون تعبت لك أعصابك كتير، وبس ترجع ستك أنا بخبرك. بعدين حاول تعرف إذا في حدا عم يجيب سيرتنا بالعاطي، اوعكم تسمحوا بهالشي. تأمر بابا، رح نستنى شوي ومنشوف، بكل الأحوال رح نخلص من هالقصة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. يا رب دخيلك تسامحني. يا رحيم، أنا ارتكبت أكبر ذنب، كان بدي أقتل حالي وبعرف أنه ما بيجوز. دخيلك يا ربي سامحني، متعهد لك يا ربي ما عاد فكر اعمل هيك شي بحياتي كلها وارتكب اي ذنب. ما رح اقطع املي بعطفك ابدا ورحمتك الكبيره يا رب. يا رب دخيلك، انت الوحيد يلي قادر على كل شي، ارحمني يا رب. يا الله دخيلك تعفي عني. أنا ما زعلت من أبوكي، لأنه هي العادات اللي ورثها من أجداده ولازم ينفذها. نفس الشيء يلي عمله أبي معك رح أعمله أنا هلأ مع سهرة، لأنه عاداتنا هي حياتنا واستمرارية لوجودنا، وديننا ما بيسمح لنا أنه نغلط. لورين خانم، انت شو عم تحكي؟ هاي حياتنا وديننا؟ اشرحي لي كيف. ها، سمعتي شيء انه استخدموا الشده بديننا؟ ديننا مو هيك، غلطانه. حتى لما بده يدخل اي شخص بديننا بيكون برضاته. بس وين الرضا بالشيء اللي عم تعمليه؟ حضرتك كيف بتقدري انك تجبري انسان يعيش مع حدا تاني بدون حتى ما يكون رضيان وموافق على هذا الشيء؟ وين الدين هون؟ هيك ديننا برايك؟ إذا نسينا عادات جدودنا هذا مو ذنب كمان؟ مو صحيح. ليش كل شيء كان يعملوه جدودنا كان صح؟ كثير من عاداتهم بعيدة حتى عن الدين تبعنا. المهم الواحد يرضي الله، خلينا نطلع من هي الأفكار ونتحرر منها. صح؟ معقول فكرتي بيلي قلته لهيك إجيت تزوري أختك؟ على كل حال فرحت لما شفتك، الله يقويك. وأنت؟ انت شكلك كنت تجي لهون كتير مشان تزورها مو هيك؟ دائما بيجي بزور قبر مرتي، قريب من هون، كنت امرق من جنب هالقبر. عطول كنت ادعي لها بالرحمة لاختك، وكنت نظف العشب وكل شي بلاقيه حوالين القبر، وازرع حواليه ورد، والا كان هالعشب يلي على القبر خنقها، لانه العشب اليابس ما كان رح يسمح تطلع وردة حلوة هون. تماما مثل الحقد والكره يلي مزروع بقلوبنا وما عم يطلع من جواتنا، ومع الوقت عم يزيد وعم يقتل كل شي حلو فينا. لهيك من وقت للتاني لازم ننظف قلوبنا ونصفيها، وكل الحقد والكره بقلوبنا لازم نبدله ونزرع مكانه المحبة والتسامح. هذا اللي بيخلي قلوبنا ترجع تتنفس. يا الله، لسه في كتير وقت على طلعة الطيارة كمان، هدول ليش ما اتصلوا لهلأ؟ لأنه شكله أكيد ما لقى أهلا. ستي رستم قال لي رايح لعندها فورا يدور عليها. بنتي عدي شوي وارتاحي، لا تضلي هيك. ما فيني إهدى ماما، نحن قاعدين هون وزهرة ممكن بأي لحظة تموت، أنا عايشة على أعصابي. عزت، فيك تتصل بحدا تاني بالقصر لنعرف إذا زهرة عايشة ولا ما أنا عايشة، يعني على القليلة نطمن. بس ما حدا غير ستي لورين بيقدر يجاوب على هالسؤال.
بس هيك رح نتأخر وخايفة على زهرة يعملوا لها شي مو منيح. أنا رح أتصل بالشرطة. الشرطة ما رح تقدر تعمل شي، وإذا في حدا بيقدر يحل هالقصة هي ستي لورين وبس. بس أنت ما عم تقدر توصل لستك لورين. أنا رح أتصل. ألو، يعطيك العافية، عندي بلاغ لو سمحت. حياة وحدة من طلابي بخطر، أنا ملك آنست المدرسة بأورفا. بقى لو سمحت بدي أقدم بلاغ.